أبدأ يا شباب أشرح دلوقتي نظام التحكم في الدخول، نظام التحكم في الدخول. طيب إيه نظام التحكم في الدخول؟ النظام ده بيتكلم عن إزاي بتحكم في دخول الغرف. يعني أنا بحط على كل غرفة، كل معمل، في صيدلية، في غرفة المدير، في غرف مهمة زي التيار الخفيف أو في غرف الكهرباء، بحط عليها باب. الباب ده لازم اللي يدخل الباب ده يبقى راجل اوثرايزد، يعني راجل تمام معروف من اللي دخل بيوزر نيم باسورد، او بتدخل بقى ان انت تعدي الكارت على الريدر، او بتشتغل بان يبقى معروف مين اللي دخل الغرفه دي والوقت اللي هو دخل فيها وطلع الساعه كام. فالنظام ده عباره عن نظام تحكم في الدخول. فتعال نبدا نشوف. فتحنا اهو الاكسس كنترول سيستم، دخلنا على الاكسس كنترول سيستم. زي ما قلنا بنتاكد في الاول ان كل دور ليه البلان بتاعه، كل دور ليه البلان بتاعه، تمام. كل دور ليه البلان بتاعه. هنا هو انا كاتب لي ليفل 0، ليفل 1 لحد ليفل 7 والبيزمنت. ببص دايما بدور على السنجل لاين دايجرام، او زي ما قلنا بنسميه الرايزر دايجرام. فاحنا لو دخلنا على الرايزر دايجرام الخاص بانظمه التحكم في الدخول، اللي هو النظام اللي بيتحكم في الابواب بتاعه المشروع، لو احنا بصينا هنا يا شباب كده بنشوف هنا في النوتس ملاحظات بيكتبها السب كونتراكتور او المقاول، تمام، عشان يبدا يتكلم عن الكابلات اللي واصله وايه مواصفاتها والكلام ده. بعد كده هنبدا نشوف ايه هي مكونات النظام. في عندي حاجه بيسموها سي ار، الكارد ريدر. الكارد ريدر اللي هو بيبقى عباره عن مكان كده او لوحه، اللوحه دي فيها زراير اللي هي الكيباد، وبيبقى عليها انفرا بحيث اقدر امرر كارت هنا، تمام، اللي هو الكارد ريدر بتاعي، امرر الكارت على الكارد ريدر يجرى، او ادخل الباسورد انا وداخل المكان ده الليجن. طيب بعد كده في عندي اكزيت بوش بوتون. في النظام ده انا لما باجي اطلع من الباب، تمام، لو انا من بره هو التحكم في دخول مش تحكم في الخروج، هو نظام التحكم في الدخول. يبقى انا لو من بره وعايز ادخل للغرفه اللي انا حاميها بالباب ده، تمام، فبدخل لازم بباسورد، او بدخل بالكارت، او بدخل بالبصمه بتاعت العين او البصمه بتاعت الوش، من خلال ان انا ببقى مفعل هنا السي ار دي اللي هي الكارد ريدر. نوعه بيقرا ايه؟ بيقرا وش، بيقرا صباع، فينجر ريدر، ولا من خلال باسورد اقدر اكتبها من الكيباد، ولا ان انا امرر كارت ممغنط عليه البيانات وهو بيقراه الناس اللي هي مسموح لها تدخل هيفتح له الباب وهكذا. طب لو هو دخل الراجل وعايز يطلع، خلاص هو كده كده الحاجه المهمه جوه الغرفه. فلما باجي اطلع عادي جدا مش شرط احط له ريدر عشان يطلعه. فراح قال لك والله احنا ممكن نحط له حاجه اسمها ايه؟ اكزيت بوش بوتون، يبقى مفتاح، تمام؟ بيضغط عليه يروح فاتح له الباب في حاله الخروج. يبقى في حاله الدخول بركب كارد ريدر. الكارد ريدر ده ممكن ادخل او اعمل السماحيه يا اما بالكيبورد او بالكيباد بتاعتي ان انا ادخل باسورد، او بان انا امرر كارت. اما في حاله الخروج، في حاله الخروج بعمل له اكزيت بوش بوتون، اكزيت بوش بوتون. طيب الباب نفسه بيبقى عليه حاجه بيسموها دور كونتاكت، اللي هو اعمل لي عمليه القفل او الفتحه بتاعت الباب. دور كونتاكت بيبقى موجود عليه ماجنتيك اليمنت اللي هو بيعمل عمليه، تمام، القفل او الفتح، ان في جزئيتين كده زي ما شفنا في الصور بيمسكوا في بعض، تمام، بيسميهم الكترو ماجنتيك كلوك. طبعا الابواب بصفه عامه فيها سنجل دور، انواع الابواب سنجل دور زي ما هنشوف في المخطط دلوقتي، او دبل دور، يبقى هو باب ضرفه واحده او باب ضرفتين. بقى كده في عندي الالكترو ماجنتيك لوك. طبعا زي ما قلنا الالكترو ماجنتيك لوك في واحد بيبقى لضرفه واحده اللي هي النقطه الواحده دي، وفي واحد بيبقى في حاله الباب الضرفتين بيبقى في النص كده ليه نقطتين تلامس او نقطتين اتصال، اثنين الكترو ماجنتيك لوك في حاله الدبل دور. طبعا ده كله ببدا اعمل عليه تحكم من خلال الاكسس كنترول بانل. يبقى هي وحده التحكم
الرئيسيه اللي بتحكم بين اشارات الادخال اللي جايه من الباسورد او الكارد وبين الابواب عشان تقدر تفتح وتقفل، اللوحه الرئيسيه بنسميها اكسس كنترول بانل. في عند هنا الباور سبلاي الخاص بعمليات تغذيه الكهرباء، وهنا بتتغذى المكونات دي ب 24 فولت دي سي. خلي بالك الكترو ماجنتيك لوك باور سبلاي، يبقى البي اس الكترو ماجنتيك لوك باور سبلاي بتتغذى ب 24 فولت دي سي. طبعا انا عشان اوصل زي ما قلنا بنوصل السلك الواير نفسه بنوصله داخل ماسوره، وكل فتره كده كل مسافه او عند اي انحناء 90 درجه بنعمل حاجه اسمها بول بوكس، بوكس السحب بتاعي اللي انا بستخدمه في عمليات تمديد الاسلاك. فاحنا تعالى نبص هنا كده، دايما زي ما قلنا انت بتروح للمخططات بتشوف اول حاجه تشوف الادوار، ليفل 0 اللي هو البيزمنت الاولاني، بعد كده ليفل 0 الجراوند، ليفل 1 الدور الاول، الثاني، الثالث، خلاص حفظنا بقى ايه من باقي الانظمه لحد ما بوصل للروف. وصلت للروف، طيب ايه اللي موجود عندي؟ دايما بروح ادور اشوف فين وحده التحكم الرئيسيه، هي موجوده في ليفل 1. ليفل 1 في عندي وحده التحكم الرئيسيه، ادي وحده التحكم الرئيسيه تمام بتاعت الاكسس كنترول سيستم. طبعا بيبقى هنا ليه انا جايب في الرسمه دي كذا جهاز كمبيوتر كذا سيرفر، دي غرفه اللو كارنت الرئيسيه، فيها كذا حاجه، فيها التحكم في الكاميرات، فيها التحكم في الفاير، فيها مش عارف، وفي ناس بتحط كل نظام في غرفه مثلا. فهنا انا كاتب لي الاس اي سي اللي هو السكيورتي اكسس كنترول سيستم سيرفر، يبقى انا في عندي جهاز كمبيوتر او سيرفر ببقى موصله عشان اعمل التحكم في الدخول في الابواب، طالع منه رايح بكابل مكتوب هنا على الكابل تي سي بي على اي بي. يعني ايه تي سي بي؟ ترانزميشن كنترول بروتوكول على انترنت بروتوكول، ده البروتوكول المستخدم في عمليات نقل البيانات. لحد ما اروح ل المفروض هنا في اكسس كنترول سيستم مع السيرفر ده اللي هو اللوحه الرئيسيه، وبعد كده رايح على النتورك سويتشنج، رايح على النتورك سويتشنج. طبعا في هنا المين كور سويتش، ممكن اوصل كذا سيستم على المين كور سويتش. هنا انا موصل ادي الكور سويتش بتاعي، مدخل ايه الاكسس كنترول سيستم، ورايح منه اللي هو النتورك سويتش ده رايح منه للتوصيلات او الوصلات اللي خاصه بمين؟ بالابواب. يبقى انا هنا واصل في تي سي بي اي بي، برضه هنا كاتب لك يو تي بي كات 6 كيبل تمام، رايح على سويتش، والباب بعد كده بقي هو نقطه، فباخد برضه كابل اهو، كابل يو تي بي، يو تي بي اهو، ادي الكابل اهو كاتبه لي يو تي بي كات 6 كيبل تمام. كل الكابلات دي اللي طالعه من السويتش الرئيسي رايحه للابواب، كابلات ايه؟ كابلات انترنت او ايثرنت عاديه اللي هي كابلات اليو تي بي كات 6. طيب واخد برضه هنا تقنيه الترانزميشن كنترول بروتوكول على الانترنت بروتوكول، ده عباره عن البروتوكول الخاص بنقل، البروتوكول الخاص بنقل البيانات. تعال نبدا نشوف والله الراجل ده عامل ايه هنا. الراجل ده جاي هنا اول باب اهو، اول حاجه تلاحظها الباب ده ضرفه واحده ولا ضرفتين يا باشمهندس؟ الباب ده ضرفه واحده، ضلفه واحده تمام، يبقى الباب ده ضرفه واحده، واخد كابل اهو ورايح للباب. هنشوف دلوقتي ايه اللي حصلان بقى معاه. الكابل ده اللي هو واخده فوق جاي له من الباب اللي قبله، طيب الباب اللي قبله ده من الباب اللي قبله، وهكذا وهكذا وهكذا، جاي كل واحد واخد من الباب اللي قبله. طيب اول باب بقى واخد من فين؟ واخد من المين كور سويتش اهو. لو انا بصيت، خلينا نمشي مع السلكه دي، ادي سلكه اهي طالع بيها كده يو دي بي، نزل على الكابل ده اهو، راح رايح فين؟ رايح على الباب الاولاني تمام. ده الكتريكال تانل دور، ده باب في الالكتريكال تانل تمام. هنا بعد كده الكنترول روم، يبقى في ابواب الكهرباء يا شباب، غرف الكهرباء لازم احط عليها باب ليه اكسس. الكنترول روم غرف التحكم لازم يتحط عليها باب ليه اكسس، الكتريكال روم اهو، ميكانيكال روم غرف الميكانيكا اللي فيها مضخات والحاجات دي لازم احط عليها اكسس عشان مش اي حد يدخل على الباب ده. ادي الميديكال روم، يبقى خلي بالك في ميكانيكال غرف الميكانيكا تمام اللي فيها الام سي سي اللي احنا قلنا عليها ماستر او موتور كنترول سنتر،
وفي غرف فيها الغازات الطبيه والكلام ده، الميديكال روم جاز او الميديكال جازز، الغازات الطبيه لازم احط عليها اكسس، والا اي حد هيدخل هيعمل لي مصيبه في المستشفى. بعد كده البامب روم، غرف المضخات، الالكتريكال روم. يبقى انت كل اللي هتلاقيه اهو بامب روم واكيوبمنت روم، تمام؟ اكيوبمنت غرف المعدات والكلام ده لازم احط عليها اكسس. يبقى انا عرفت اهو اكزوست روم، الغرفه اللي فيها الاكزوست اللي هو الخارج بتاع الاي اتش يوز، الاي اتش يوز لازم احط على الغرف بتاعتها الرئيسيه احط عليها ابواب اقدر اتحكم فيها واسمح لناس معينين يدخلوها، الاير هاندلنج يونت روم. يبقى لازم تبقى انت عارف انواع الغرف اللي بيتحط عليها الاكسس كنترول، دي حته مهمه جدا. الكتريكال روم نفس القصه، الكتريكال روم، الكتريكال روم، تمام. فارماسي، صيدليه مثلا، مش عايز اي حد يدخل الصيدليه دي، تمام. الاي اتش يو روم، اللو كارنت روم مهم جدا، اللو كارنت روم، افرض في طرقه وبعد كده بوزع على اجهزه مثلا العنايه المركزه والمش عارف ايه والكلام ده، وفي حاجات مهمه ممكن احط اكسس كنترول على كوريدور او كوريدور طرقه خاصه بسكن الممرضات مثلا، مش عايز اي حد يدخل غير اللي معاه اكسس، تمام. يبقى انا بحط عليها برضو اكسس كنترول سيستم. يبقى انا بحط ابواب التحكم بالدخول على الغرف الميكانيكيه، غرف الاجهزه او الغازات الطبيه، بحطها على غرف الكهرباء، بحطها على غرف اللو كارنت التيار الخفيف، بحطها على غرف الميكانيكا، بحط على غرف الاي اتش يوز الاير هاندلنج يونت، تمام. دي كلها بحط عليها ما تمام الاكسس كنترول سيستم بتاعي.